السنة اللي فاتت البرنس الحقيقة من أحلى الحاجات اللي عملها محمد سامي، ده حقيقي. يعني 30 حلقة هي بص عشان كده يمكن احنا بنقارن، لان السنة اللي فاتت كان فيه البرنس، دايما لما بيبقى فيه عمل ماشي. مسمع بس انا قوي. بقول لك اهو تاني، ارجع اقول لك الجمله اللي لسه قايلينها من شويه، المسلسل بقول لك رغم ممكن تقولي فيه مهما تقولي، بس في الاخر في حاجه بتشدك فيه، ما ينفعش كل يوم ما تتفرجيش عليه. طب فده سؤال، دي شطاره من محمد ده سامي حقيقي انا مش اكيد. انكر، انا بقول لك فيه اكيد في تفاهات، انا بقول لك القصه ما كانتش تستحمل ان احنا نعمل القصه دي، بس لانه نقعد كل يوم احنا نقعد نقول ايه يا جماعه، طب ما تبعتي له مسج يقولي انت عايز تختار مين، يعني القصه كانت تخلص من بدري. يا محمد امير قرر يضرب احمد سقا طب بالطلقه يخلص اللي القصه. نجح البرنس محمد رمضان ولا محمد سامي؟ لا محمد سامي، مش محمد رمضان. محمد سامي طبعا طب طبعا، شايفه ازاي في وسيناريو الموسم محمد سامي وقصته هو اللي نجحت البرنس؟ البرنس طبعا. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.